نرى الآن كيف طبق صلى الله عليه وسلم هذه الآداب. كما ذكرت لكم لن أذكر لكم الفضائل، لكن سأذكر لكم كيف طبق صلى الله عليه وآله وسلم الأدب في حياته. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال الراوي: فتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يده، يعني ألقاه في يده صلوات الله وسلامه عليه. هذا أدب منه صلى الله عليه وآله وسلم. لا بأس أن نعرف من هو ذلك الغلام. الغلام قيل هو الفضل ابن سيدنا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك أهل العلم. لكن مسألة مهمة تتعلق بهذا الحديث، الأدب أنه صلى الله عليه وآله وسلم استأذن الغلام الذي هو في اليمين على الأشياخ الذين هم في اليسار. هذا الأمر واضح كيف تطبيقه بالنسبة لنا في هذه الحياة. السنة أيها السيدات والسادة أن نبدأ دائما بالكبير، وأن نبدأ دائما بالأفضل، وأن نبدأ دائما بالأعلم. فإذا كان هناك شخص متميز بكبر سنه، أو متميز بزيادة علمه، أو متميز بنباهة ذكره، أو متميز بشرف انتسابه إلى الحسب النبوي الطاهر، أو متميز بالإمامة أو بالقيادة، أو متميز مثلا بأنه أحد الذين جاهدوا في سبيل الله، أو بأنه من أهل الكرم، أو بأنه من أهل الجود، أو بأنه من أهل الخير، هذا لا بد أن نقدمه طبعا لأنه اتصف بهذه الصفات. السنة في الضيافة هي تكريم هؤلاء أصحاب المزايا على أصحاب اليمين. طيب كيف أجمع بين النصوص الداعية إلى البدء باليمين كهذا النص، وبين نصوص أخرى قائلة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وفي حديث آخر: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وفي حديث آخر: ابدأوا بالأكابر. القيم الإسلامية والعقل الإسلامي هو الذي يستطيع أن نجمع بين هذه وتلك. نعم، لا يعطي الذي على يساره إلا بعد استئذان الذي هو على اليمين وإن كان صغيرا، لكن لا بد أن نقدم الكبير. هذا الحديث هو أدب منه صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت ذلك لأجل الخلاف بين الأحاديث في هذه المسألة، ولكن هذا النص يدلنا على مسألة مهمة، كمال أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إعطاء الطفل حقه. عمل ذلك صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يغرس في نفس الطفل الشعور الإيجابي في هذه الحياة، ويعلم هذا الطفل أيضا أن الحياة أخذ وعطاء. اليوم أنت في اليمين، غدا ربما تكون في اليسار، فإذا أخذت الآن ربما غدا لن تأخذ. أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يدرب الطفل يوما ما على لزوم الخضوع إلى الحق. حديث آخر يبين جانب عملي بالنسبة للأدب في حياته صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبد ويجيب إذا دعي صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. هذا الأمر، انطلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع امرأة وأخذها بيده صلى الله عليه وسلم،
يدلنا على كمال تواضع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لم يستنكف أبدا أن يأخذ أحد بيده صلوات الله وسلامه عليه. ربما هنا المسألة المهمة الأخرى التي قد يسأل عنها البعض، مرأة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قضية مصافحة الرجل للمرأة أو المرأة للرجل، وهذه قضية أصارحكم بأنها قضية شائكة، مثل قضية حجاب الوجه بالتغطية أو بعدم التغطية. وتحقيق الحكم في هذه المسألة لا بد أن يكون بعيدا عن التزمت، وبعيدا عن غير ذلك من الأمور التي يبتعد بها الإنسان عن الاجتهاد النفسي والاجتهاد العقلي، ولا بد أن يكون الأمر مدعوم بدليل نبوي. وعموما لأجل الفائدة أقول إنه لا خلاف في تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترنت بها الشهوة أو التلذذ مثلا، ولا خلاف أيضا في جواز مصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهى أو البنت الصغيرة التي لا تشتهى، وكذلك مصافحة الشيخ الكبير الذي لا يشتهى. لماذا؟ لأن الفتنة هنا مأمونة. وقد روي عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان يصافح العجائز، وروي عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه استأجر عجوزا تمرضه، فكانت تغمزه وتفلي رأسه، وكل ذلك في الكتب موجود. مثال آخر مهم في مسألة التطبيق العملي لمسألة الأدب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي فراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، يعني ليضربوا أجسادكم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: لو أن رجلا أدب بعض رعيته يا عمر أتقصه منه؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر عندما سوى الصفوف وحرك بيده الشريفة خشبة أو مسواك أو قطعة، حرك بطن الصحابي رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجعه كما ظن هو أي الصحابي، وطلب القصاص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما مانعه صلى الله عليه وآله وسلم وإنما قصه من نفسه. الصحابي كان له هدف مهم جدا، وهو لمس بشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك اللحظة المهمة، لحظة التحام الجيوش. لكن المقصود هو أنه طبق ذلك فعلا صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أحاديث كثيرة جدا تدل على هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعلنا نتطرق إليها إن شاء الله في الحلقة القادمة بحول الله تعالى، يسر الله لنا ولكم إتمام ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وصاحب الوجه الصبيح وصاحب الجبين الأنور، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.